عليكم خوتي عليكم، باطي مالي تنحرق، ما كان بومبيا ما كان والو. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم وكما استمعتم في هذا المشهد المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي في وهران، فكما شاهدتم حريق مع أصوات تشبه أصوات إطلاق النار، مع العلم أن الأمور غير واضحة، لكن كل هذه المسائل غادي نربطوها مع ما حدث يوم أمس وما حدث في وهران كذلك قبل يومين. ما حدث في وهران: إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية جزائرية، مقتل عدة جنود. يوم أمس كذلك الشبكات المسلحة في عين الدفلة، مقتل كذلك العديد من الأشخاص. نظام حضارات الجزائر روج على أن ما حدث يوم أمس هو اشتباك مع عناصر سماهم بعناصر إرهابية. احنا ما عارفينش هاد العناصر الإرهابية شكون هما، واش منشقين من الجيش، واش شي وحدين حاولوا يديروا شي انقلاب، حاولوا يغتالوا شي حد، معلومات غير واضحة بطبيعة الحال، في حين أن النظام يحاول أن يتكتم بكل ما أوتي من قوة على هذه الأحداث. كذلك شفنا هذا الفيديو متابعينا الكرام اللي كيوثق حريق لربما كان انفجار في أحد المباني على ما أظن مبنى حكومي حسب ما استقيته من بعض المعلومات، مع أصوات تشبه أصوات إطلاق النار. وإذا كانت هذه أصوات إطلاق النار فهذا هو ثالث مرة تسمع فيه الشبكات بالرصاص الحي في حاضرات الجزائر. والسؤال الذي نطرحه ما زلنا نطرحه: ماذا يحدث داخل حاضرات الجزائر؟ هل هو صراع بين الأجنحة طفى على السطح وبدأنا نسمع الشبكات هنا وهناك، والطرف الفلاني يشبك مع الطرف الفلاني للإطاحة ببعضهم البعض من أجل السلطة ومن أجل الوصول إلى الحكم، أم أن الأمر متعلق بشيء آخر؟ فالمسألة بطبيعة الحال غير واضحة، في حين أن النظام يتكتم، في حين أن المعلومات شحيحة جدا حول ما يحدث، خصوصا أن وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر بيان حول ما حدث في وهران، حول الاشتباكات اللي كانت في وهران داخل قاعدة عسكرية جزائرية. والمفروض أن وزارة الدفاع كان خصها تخرج بيان وتحدث على التفاصيل ديال الواقعة، أشنو وقع في هذيك القاعدة العسكرية، شكون اللي مات، عدد الجرحى، عدد القتلى، اشنو وقع بالضبط، لكن كل هذه الامور ما كانتش، وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر اي بيان، فبالتالي ماذا حدث داخل تلك الثكنة العسكرية؟ وهناك فيديوهات اخرى متابعين الكرام ما قدرتش على انني انشرها لكم، للعديد من الجثث، كاين جثث ديال عسكريين جزائريين، جثث ديال مدنيين قيل عنهم انهم ارهابيين، جثث ديال يعني احد الشيوخ، شي واحد طاعن في السن حتى هو مقتول، يعني كل هذه الأحداث هي تؤشر متابعينا الكرام على ما هو قادم، وتذكر البصبعي كذلك بالعشرية السوداء، لأن العشرية السوداء هكذا بدأت، شبكات هنا وهناك، قتلى، نظام حضارات الجزائر كيخرج كيقول لهم إرهابيين، هو ما كاين لا إرهابيين لا والو، نظام الحاضرة هو اللي كيفتعل ديك الشيء باش أنه يمسك زمام السلطة بالقوة، وباش يقمع، وباش يقتل، وباش يعتقل، وباش يدير هذه الأمور هذه كلها. فبالتالي متابعينا الكرام، الوضع داخل الحضيرة يعني خطير جدا، والمشكل أن هذا الشيء يتزامن مع الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، يعني نظام حضيرة الجزائر وصل لواحد درجة ديال الإفلاس، وصلت لواحد درجة ديال الانحطاط، ديال أن الأزمات الداخلية اللي عنده ما بقاش قادر يسيطر عليها، والملف الدبلوماسي الأول اللي كيشتغل عليه اللي هو قضية الصحراء المغربية يخسره تباعا،
خسارة تلو الخسارة، هزيمة تلو الهزيمة، ما قدر على أنه يحقق فيه حتى شي حاجة، وبالتالي غادي يلقى راسو في مواجهة مع الأزمات الداخلية ديالو، وما غاديش يقدر على أنه يحل تلك الأزمات، لأنه في حين أنه تعطات ليه الفرصة باش يجلس ويحل الأزمات اللي عنده داخليا ويستافد من المداخيل ديال النفط والغاز، لا شد هذوك المداخيل ومشى صرفهم مجددا على العداء مع المغرب وعلى مرتزقة البوليزاريو وعلى تقرير المصير والهضرة الخاورية والشعارات والبروباغندا وما إلى ذلك. فبالتالي اليوم هو وجد راسه مجددا، وجد نفسه مجددا أمام الجدار ديال الأزمات، فكيف سوف يواجه هذه الأزمات؟ وبكل تأكيد نظام حضارة الجزائر لا قدرة له على أن يواجه هذه الأزمات ولا يحل هذه الأزمات. فبالتالي نتوقع متابعينا الكرام المزيد والمزيد من الأحداث اللي غادي تكون في حضارة الجزائر، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، ما تسمى بالانتخابات الرئاسية اللي هي في حقيقة الأمر مجرد مسرحية، لكن هذه المسرحية متابعينا الكرام يعول عليها أطراف الحكم ولا أطراف نظام حضارة الجزائر ولا الأجنحة المتصارعة باش يحطوا الدمية ديالهم، كل واحد باغي يحط الدمية ديالو في هذا المنصب هذا باش هما يحكموا في الكواليس. فشنقريحه بطبيعه الحال عنده الاعداء ديالو، عم جيد حاشاكم عنده الاعداء ديالو، وهاد الجوج على وجه الخصوص متابعينا الكرام كاين هناك محاولات للاطاحه بهما، خصوصا شنقريحه اللي هو بنفسه قام باغتيال الهالك المقبول قايد صالح اللي كان قبل منه وخذا المنصب ديالو وهو اللي كيحكم الان فعليا في حضاره الجزائر، وبكل تاكيد هناك من يريد الاطاحه به باش انه يولي هو اللي حكم في هذه الحضيرة. وهذا الشيء كنسميوها بالحضيرة متابعين الكرام، كنسميوها بزريبة، لأنه ليست بدولة. الجزائر ليست بدولة بل كيان هش، حضيرة وزريبة فيها كلاب تتصارع وتتقاتل على السلطة، تنبح ليل نهار على المغرب. كل هذه المصطلحات ديال الزريبة والحضيرة تنطبق فعليا متابعين الكرام على الجزائر. فبالتالي شنو الرأي ديالكم متابعين الكرام؟ وشنو كتشوفوا من خلال هذه الاحداث اللي شفناها خلال الايام القليله الماضيه، سواء يوم امس، سواء الحدث اللي كان في وهران قبل يومين، والان كنشوفوا هذا الفيديو اللي حتى هو من وهران اللي شفنا من خلاله حريق واصوات تشبه اصوات اطلاق النار، اصوات الرصاص. مازال غادي نحاول نقلب لكم على المعلومات بالضبط اشنو وقع في هذا الفيديو. يذكر على ان المعلومات شحيحه جدا، ذلك ان نظام حضاره الجزائر كيحاول يمارس نوع من التعتيم ونوع من التغطيه على هذه الاحداث، لكننا غادي نحاولوا نوصلوا للمعلومه وغادي نشاركها معكم متابعينا الكرام حينما اتوصلوا بها واولا باول. فمتابعينا الكرام خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذه الاحداث، خصوصا الاحداث ديال اطلاق النار والاشتباكات وسقوط قتلى عديد من القتلى اللي سقطوا سواء في وهران سواء يوم امس في عين الدفله، والان هذا الفيديو غادي نحاولوا نقلبوا نعرفوا اشنو كاين فيه. متابعينا الكرام اراكم في فيديو قادم.